السلام عليكم. رح نبدأ بمجموعة فيديوهات سريعة وبسيطة بالشبكات والشبكات الحديثة، ونبدأ بموضوع من منهاج سيسكو CCNA، مقارنة بين TCP/IP موديل والأوزي موديل. أوزي موديل جاي من Open System Interconnection، وهو ريفرنس أو مرجعي موديل يشرح أفكار الشبكات وكيفية حل المشاكل واكتشافها. TCP/IP بروتوكول سوت هو السوت أو البروتوكولات الموديل المسيطر حاليا في الشبكات بالعالم، وهو عبارة عن القواعد التي تعمل بواسطتها الشبكات. بمقارنة الأوزي موديل مع TCP/IP موديل، كل واحد منهم يتكون من مجموعة من الطبقات. النموذج المرجعي الأوزي يتكون من 7 طبقات: Application، وهي الطبقة رقم 7، وهي الطبقة التي يراها المستخدم أو يتعامل مع المستخدم، وهي عبارة عن أنها واجهة بين الشبكة والتطبيق البرمجي. الطبقة 6 Presentation تحدد تشكيل وتنظيم البيانات من طبقة الابليكيشن، وتتضمن ايضا التشفير. الطبقة 5 اللي هي السيشن، وهي تبدأ عملية ارسال البيانات بين النقاط end-to-end bi-directional، وتعالج وتدير هذه العملية بين أجهزة على الشبكة. بمقابلها في TCP/IP موديل، الابليكيشن هي بتقوم بوظائف الطبقات 3، وفيها مجموعة من البروتوكولات تقدم بيانات للمستخدم، وتقوم بالتحكم بعملية الاتصال بين الأجهزة باستخدام مجموعة بروتوكولات، منها الدومين نيم سيرفيس، تلنت للريموت اكسس، SMTP سمبل ميل ترانسفير بروتوكول، POP3 بروتوكولات الايميلات ارسال واستقبال، بروتوكول IMAP، DHCP دايناميك هوست كنترول بروتوكول لتو اساين IP دايناميكلي، وان HTTP بروتوكول يستخدم من اجل جلب صفحات الانترنت او الويب بيج بالويب براوزر، فايل ترانسفير بروتوكول لارسال الملفات في الشبكة، سمبل نتورك مانجمنت بروتوكول للمانجمنت والادارة واعطاء معلومات للمهندسين الشبكات عن الستيتس تبع الشبكة اذا في مشاكل او لا. الطبقة 4 ترانسبورت هي طبقة تأسيس الاتصال وإنهاء الاتصال بين two end points، تحكم بالتدفق مشان ما يصير في عندنا flooding وضياع بالمعلومات، error recovery تصحيح الأخطاء إذا حصلت، وتقسيم البلوكات الداتا الكبيرة إلى أجزاء تسمى segments أو نسميها segmentation. بقابلها transport بال TCP/IP بيدعم الاتصال بين أعداد كبيرة من الأجهزة عبر أعداد كبيرة من الشبكات باستخدام بروتوكولين TCP/IP اللي هو الموثوق أو الفيل الوثوقية والإيرور ريكفري، ترانسميشن كنترول بروتوكول، واليوزر داتا بروتوكول اللي هو أقل وثوقية وما بيقوم بعملية الإيرور ريكفري لإرسال بيانات أقل أهمية وتتحمل الخطأ. الطبقة 3 نتورك تشير إلى عملية العنونة المنطقية وليست الفيزيائية، يعني إعطاء عناوين Logical Addressing للتجهيزات وليست فيزيائية ثابتة مثل الماك أدرس. الراوتينج التوجيه تقرير المسار أو الطريق لانتقال المعلومات. الطبقة النتورك في TCP/IP موديل بيقابلها ما يسمى الانترنت بالTCP/IP موديل، وهي التي تقرر البيست باث الطريق الافضل
عبر الشبكة، وتستخدم بروتوكولات أشهرها اللي هو بروتوكول IP Internet Protocol والARP Address Resolution Protocol، وفي بروتوكول اسمه ICMP. Data Link بتشكل الداتا بشكل فريمات أو إطارات مناسبة لعملية الإرسال قبل إرسالها في الشبكة، وتلاحظ إذا كان هناك في أخطاء في عملية الإرسال، إذا تم ضياع بعض البيانات تلاحظها لكن لا تصححها. وطبقة الفيزيكال وهي التي تحدد تفاصيل إجرائية للتوصيلات والكابلات، الكهرباء كوسيلة للإرسال أو الضوء أوبتيكال أور إلكتريكال، ثم تكون هذه التفاصيل مطلوبة من أجل البتات التي سيتم إرسالها. يقابل هاتان الطبقتان ما يسمى Network Access بالـ TCP/IP، وهي تتحكم بالبنية الصلبة للتجهيزات والوسائط التي تشكل الشبكة مثل الكابلات والتجهيزات الشبكية، وتستخدم بروتوكولين إثرنت للاتصالات السلكية أو الوايرد، وويرلس للاتصالات اللاسلكية. طبعا الداتا عندما تمر في TCP/IP أو تستخدم بروتوكولات TCP/IP سوت للاتصال أو للإرسال أو للتشبيك، فإنها تمر عبر عملية تسمى الإنكابسوليشن أو التغليف. فبالأبليكيشن تكون الداتا التي يتعاطى معها المستخدم في طبقة الترانسبورت، يضاف لها ترويسة تسمى TCP هو بروتوكول TCP، وتقسم إلى سيجمنتس. في طبقة الإنترنت يضاف العنوان المنطقي ومعلومات التوجيه الراوتينج، فتضاف ترويسة IP وتسمى باكيت، فبتكون عملية إرسال الداتا ما يسمى أو توجيهها باكيت فوروردينج. وفي طبقة النتورك أكسس اللي بتشكل فيها الفريم أو تغلف بترويسة هيدر وتريلر، تعطي فيها معلومات عن الميديا أكسس الماك أدريس والبروتوكول إثرنت أو ويرلس، والإلتي بيكون فيها CRC اللي هو تشيك إيرور للتحقق من أن هناك في أخطاء في الترانسميشن أو لا. ثم يتم التحويل إلى بتات 0 و 1، يتم إرسالها باستخدام الوسائط عبر الشبكة إلى أجهزة أخرى. وهكذا ننتهي من هذا الموضوع البسيط بسرعة، ونلتقي في مواضيع أخرى بفيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.